بعد مرور سنة على الانتخابات المبكرة، أدان ناشطون في تشرين من محافظة ذي قار الأحزاب الناشئة التي صعدت باسم تشرين، والتي لغاية الآن لم تلبي مطالب المواطنين أو مطالب تشرين التي كان أهمها الكشف عن قتلة المتظاهرين. حقيقة مشاركة القوى السياسية اللي تمثل تشرين بالبرلمان كانت يعني مخيبة للآمال للقوى التشرينية بشكل عام، هذا ما لاحظناه، وكان بالدليل بأن التشرينيين بالذكرى الاحتفاء بالذكرى الثالثة لانطلاق تشرين يعني واجهوهم يعني ومنعوهم حتى من حضور الاحتفاليات، وهذا يعني أشبه ما يكون بعملية يعني انسلاخ عن المبادئ التشرينية من قبل القوى السياسية. يعني كانوا التشرينيين يعولون عليهم كثيرا بتحقيق مطالب المتظاهرين، ولا سيما قتل يعني محاسبة والقصاص من قتلة المتظاهرين، لكن للأسف بعض البرلمانيين اللي محسوبين على تشرين رأيناهم يصطفون مع القوى السياسية اللي كانت تتهمها تشرين بعملية قتل واعتقال واختطاف المتظاهرين. اليوم تمر علينا سنة كاملة وهم غير قادرين على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، البعض من السياسيين والبعض من الكتل السياسية اللي تحدث بأن هي تابعة لتشرين، تشرين بريئة من هؤلاء الذين صعدوا إلى مجلس النواب، ذولا هؤلاء متسلقين على تشرين. الحقيقة كنا نتوقع أن تكون الانتخابات هكذا مجراها، وتكون الانتخابات لا يمكن تشكيل حكومة على مدار سنة كاملة. طبعا كانت الشعب العراقي مقاطع للانتخابات حسب الإصابات.